هو ده الماتش الاولاني بالنسبه لنا في بطوله كاس مصر. احنا قدامنا لسه ان شاء الله الماتش الجاي الشمس، ولو ربنا كرم وكسبنا ماتش الشمس عندنا بقى سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله. والفرقه دي بقى لها سنتين ونص انا معاهم الحمد لله البطولات كلها، وفرقه ان شاء الله واعده وامل النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله البنات عملوا اللي عليهم، هو ماتش يعني الجزيره طبعا فرقه المفروض فرقه محترمه وفرقه بنعمل لها حساب، بس هم في اربع خمس لعيبه من الاساسيين ما جوش النهارده، بس انا كنت ممرن على حاجات الفتره اللي فاتت والحمد لله الحاجات دي اتنفذت وكان شكلهم كويس النهارده في الملعب، وان شاء الله البطوله من نصيبهم باذن الله. طبعا اللعيبه دي بتاخد خبره، بيطلعوا فوق بياخدوا خبره من فرقه الدرجه الاولى، فما بينزلوا معايا في الفرقه بتاعتي بيبقى مستواهم بيفيد فرقتي، فاهم ازاي؟ فالحمد لله ان احنا عندنا الروتيشن بتاع دوت، كل شويه بنطلع اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه بنغيرهم بحيث ان الفرقه كلها يبقى عندها امل ان هي ان شاء الله تلعب مع الدرجه الاولى باذن الله. احنا كان بقالنا فتره واقعين والحمد لله الفتره دي عملنا كومباك كويس جدا، وده كمان اللي شجعني ان انا انزل، وكل ده بفضل كابتن سامح ان هو ادانا ثقه كلنا وخلانا نلعب كويس قوي الماتش ده. احنا الماتش ده كنا متفقين ان ده ماتش كاس ولازم نفوق، وبعدين داخلين على ماتشات تقيله قوي بعدين، فقلنا ان احنا لازم نفوق بعض ونركز، وطبعا كابتن سامح قعد معانا وادانا محاضره قبل الماتش خلتنا نركز ونلعب كلنا بايد واحده الحمد لله، وده اللي خلى الفرق عامل كده. هو طبعا دي بدايه كويسه جدا لبطوله الكاس يعني، وان شاء الله ده يدينا حافز ان احنا نكمل البطوله على خير يعني ان شاء الله وناخدها يعني باذن الله. والحمد لله يعني عمل ماتش كويس وسكور كويس، فده هيشجعنا اكتر ان احنا نكمل البطوله بطريقه كويسه يعني. ماتشات الكاس بتبقى مختلفه عن الدوري، ان احنا لازم بننزل من الاول خالص لازم نكسب فرق سكور كبير عشان تتاهل للدور اللي بعديه، وبعدين بقى نفكر بعد كده في الفاينلز او في الدوري عامه. طبعا احنا مستعدين الماتش ده من بدري، ماتش كويس كلنا كنا ناويين ان احنا ننزل نطلع اكتر حاجه عندنا، ان احنا نستعد للماتشات اللي جايه ونكسب مستريحين، لان الكاس احنا عارفين ان الماتش ماتش على طول ما فيش اي تعويض ما فيش اي حاجه، فاحنا كنا نازلين كلنا متحمسين وعشان نكسب ونعدي ان شاء الله الدور ده ونجهز للماتشات اللي جايه. احنا الحمد لله احنا كنا لعبنا الجزيره من اسبوعين قبل كده، فكان الماتش متوتر يعني، وكان الماتش فيه يعني الماتش كسبناه بصعوبه، فاحنا النهارده كنا مركزين ان احنا ننزل ان احنا عايزين نشد ونعمل ماتش احسن من الماتش اللي فات، علشان كده الحمد لله ربنا قدرنا وعملنا سكور حلو. زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتن سامح لبيب المدير الفني اكد كلامنا انه في مجموعه من اللاعبات الناشئات بيتم تصعيدهم للدرجه الاولى بيكتسبوا خبرات ويرجعوا تاني. دايما في اي لعبه سواء سله طايره يد اي لعبه تانية حتى لو فرديه، دايما فريق الشباب والشابات بيبقوا هم اقرب فريق للدرجه الاولى وبيتم الاستعانه. يمكن الطايره وضع مختلف شويه، الطايره فيه وفره كبيره جدا من اللعيبه في الفريق الاول سواء رجال او سيدات، فبيبقى عشان لاعب ناشئ يلاقي له مكان مع العمالقه اللي فوق بيبقى الموضوع صعب شويه، انما في السله واليد يمكن دايما بنشوف ده كتير.